السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو اخباركم شباب؟ عساكم بخير، معكم اخوكم منصور من قناة رويال جيمنج اكس دي. طبعا معليش يا شباب، انا ادري اني طولت في البارت الثالث لان زي ما تقولون جاتني ظروف واشغال وغير كذا، يعني توها بدأت الدراسة، ما تعرفون الواحد لازم يشتري ثوب يفصل ومدري وش قلة حياة عادي. لا طبعا ايش اسوقكم التختيم على مستوى الهارد زي ما تشوفون شخصية فيرجل لعبة ديفل ميك راي 3. ويلا ندخل الباب، يا ليل الجال وسخ ذا. هذا اللي يقولكم عنه في المقطع اللي قبل البارت الثاني، يقولكم يطلق سيوف مدري اسهم ويزحف مدري ايش، يعني زي ما تشوفها طقني حتى انا السيوف حولي اللي مفروض ما يجيني ولا شيء طقني فيها. الحين بحاول اخلصهم كلهم قبل يجون الحمر، يعني مستحيل قبل ايه جوها. فزين زي ما تقولون بحاول اخلص اللي يطلقون ذول عشان ما يغثوني، لان كشيء اذا فكرت تخليه اخر واحد انت تشوفه ضعيف وذا، بس لو كنت يعني على مستوى تلعب مستويات عالية غير الايزي والنورمال تلاقي يطلق عليك اسهم يطلق 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 لين ما تطفش كذا خلاص انت في ضغطك، ما تشوف طلق علي كيف بعد عنها ما ادري بالحظ ظل مراضين يموتون. يلا بلا ما شاء الله جو اثنين والله في السيوف تعال تعال غير اول فطس. يلا اللي بعد مات حليلة. يلا مشينا كسر الاسهم، لا الاسهم اثر فيني لص كسر التماثيل. طبعا يا شباب معليش اعذروني عن صوتي لاني زي ما تقول مزكم. طبعا مستغربين سلامات في ذا هرموناته فيها شيء يزكم في الصيف، زي انا زي ما تقولون نايم تحت المكيف حاط مكيف علي بالضبط وجهه على وجهي، انا نام تشوف البطانيه ترف رف 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 رف. زي ما تقولون اول يوم عدت، ثاني مره عدت، ثالث مره زكبت. والله يا اخي مشكله نام تحت المكيف ولا حاط على ابرد شيء. يو جاء الوسخ هذا ابو بطن، ما ادري انا اسميها ابو بطن لان اذا جاء يضرب ولا شيء ما ادري كيف ينفخ بطنه ما ادري صدره ما ادري ايش يطلق. شو الوسخ الابيض وينه؟ غريبه ما جاء هذاك اللي صدق يغف. احيانا تجيه فصلات كذا يقدر يختفي 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 ما يمديك تمسك. انا لما سويت البارت ولا ستنجر اول ما ثاني يعني. ها تو ودي يسوي نفخ بطني مدري نفخ صدر بلا بلا بلا. جاء الوسخ نو دامج اجل ها يفلقني. ما تبي تموت؟ يلا الثاني اللي بعد بلا فوق. يلا تحت سيف سيف سيف. يلا يلا مع السلامة. ايه هجل راح هنا. يو لازم انزل هنا تحت على بالي في المرحلة الخامسة. انا ابلع ابلع يلا اللي بعد اللي بعد ما مات يا حول. لا ينفجر علي لا ينفجر علي. يلا ابلع تعال 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 بس تختفي. ها ابلع ابلع يلا لا كم واحد حشر. لا ينفجر هذا لا ينفجر لا ينفجر لا ينفجر لا ينفجر لا ينفجر. ابد 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 ايوه ابلع ابلع وين راح؟ ثالثة يعني قال كذا خلاص خطير انت ابلع. يلا اخوك ودي توأم ولد عمك اللي هو وذا ما يخلص اللي ينفجر ولا قصة ينفجر علي ما في يا اخوي طفج. يلا انت ابلع اما ما
يو الحين الزعيم الدود قال اجلد يلا، بس هذا اللي دافع عليك للطق ومدري وش وذا وذا سيوف بخير كذا. تعال تعال هذا نقطة ضعف راسه، يضرب من راسه يشوف الدمج ينقص، شوف الوسخ يلتوي. تعال 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 يا ليل. تعال تعال بعد يولد، هذا يولد يولد كهرب وكور كل شيء فوق هذا يلتوي. دودة دودة معليش هذا ويلي. ايه تعال يلا راسك راسك. ايوه جيت عندي. اح الوسخ. ابلع ابلع يعني عز الله هذه النشبة صدق قد يلتوي وحنا عايشين. ابلع ابلع راسك راسك راسك. ايوه يا ويت صارخ ما صارخ. تعال تعال ابلع ابلع. لا يا هو يا حول ابلع ابلع. في اختفي راح يختفي. وين هذا؟ وين تعال عم فوق. انزل انزل الوسخ انزل. خلاص مت مت يلا يلا مع السلامة مع السلامة. قال لك ايش؟ قال لك دودة. زد يا شباب كذا نكون وصلنا لنهاية المقطع. إذا عجبك لا تنسى تسوي لايك كومنت سبسكرايب. كان معكم أخوكم منصور أو برنس رويال. بيس.